يقول السائل: أبي له أولاد وله قطعة أرض، فهل يلزمه أن يبيع تلك الأرض من أجل الحج، مع العلم أن له مسكن ضيق جدا وأولاده في سن الزواج؟ الحج إنما يجب على المستطيع، وهو من يجد تكاليف الحج فاضلة عن كفايته وكفاية من يمونه. فإذا كان كذلك وجب عليه الحج، أما إذا كان ما عنده يا الله يكفي لمؤونته ومؤونة أولاده ليس عليه حج، أو كان عليه ديون حالة وليس عنده مال فاضل عن سداد الديون ليس عليه حج أيضا. نعم.